أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا ضيفة مميزة، هي الأخت شاي من الجزائر. في الواقع نحن سوينا حلقة بالأسبوع الماضي معها، لكن الحلقة كانت في مشاكل فيها بالنسبة للاتصال، فاضطرينا نلغي الحلقة، وأسفين على مرة ثانية، أعتذر لمحي الحلقة. خلونا نرحب بالأخت شاي. أهلا وسهلا فيك يا أخت شاي. مرحبا جان، سلام وتحياتي لكل المستمعين اللي عم بيشوفوا الحلقة هذه. تسلمي تسلمي. قبل نبدأ بالحلقة، في عندي تعليق جاني على فيديو، فبس بدي أقراه. التعليق من قناة الإلحاد دين العقل، بيقول التعليق: وصلنا إلى الحلقة رقم 31، صراحة رقم كبير. من كان يتخيل قبل 5 سنوات أن يظهر ملحد على اليوتيوب أو التلفزيون بهيئته ويتحدث بحرية دون أن يخاف من الاغتيال أو نبذ الآخرين له بعد إعلان إلحاده أمام الجميع؟ يتابع التعليق يقول: الملحدين العرب كثر، ولكنهم يخافون من إعلان إلحادهم أمام الآخرين، وبرنامجك يشجع هؤلاء على إعلان إلحادهم من دون أن يخافوا، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا الوحيدين. استمر يا عزيزي، وأنا سأقوم بدعم قناتك، وهناك قنوات أخرى سأطلب منها دعمك، ولكن لا تبخل علينا بمزيد من الحلقات مع أشخاص من كافة الدول العربية. تحياتي. طبعا أنا بقول لقناة الإلحاد دين العقل شكرا على الثقة، وأكيد يعني أنا مصمم أنه كل يوم أعمل حلقة، يوميا أعمل حلقة، مصمم على هالشيء هذا، وشكرا لك. وأنا بتمنى يعني بصراحة يعني بدنا صوتنا يطلع، بدنا صوتنا يطلع للناس كلها يسمعوا صوتنا، ويا ريت يا ريت كل الصفحات الإلحادية تاخذ نفس الخطوة يعني. وبتمنى إذا ما عندهم مانع يعني. على كل، شكرا كثير، وشكرا كثير لقناة الإلحاد دين العقل. أختي الشاي، بدنا نبدأ من جديد. المرة الماضية يعني عرفتي على حالك وراحت الحلقة، بس بدنا تعريف من هي الشاي. تفضلي. أول شيء بضم صوتي لصوتهم، قناة التعليق اللي وصلها كتير إيجابي. ثانياً تعريف بسيط عني: شاي أو الشيلي، من أصل جزائري، مصرية لادينية، مقيمة بسان فرانسيسكو، منطقة كاليفورنيا، الولايات المتحدة، من حوالي 4 سنين. خرجت حقوق. هذا باختصار عني. اوكي. اختي شاي، خلينا نبدا بمساله الحادك والوسط الاجتماعي اللي خرجتي منه، يعني باختصار نحن حكينا فيها المره الماضيه كمان يعني، بس يعني ما بدنا نطول لانه موضوع حلقتنا شوي دسم وطويل اظن، فاذا باختصار قصه الحادك خلينا نقول تحكي. تفضلي. الحادي باختصار: كنت نايمة وصحيت، كنت ما بشوف وصرت بشوف، مثل كل الملحدين اللي أو اللادينيين اللي طلعوا من توجهات دينية للإلحاد أو اكتشفوا حقائق معينة. إحنا خلقنا بجو أو في أسر تتبنى دين معين، فمشينا على هالدين لأنه هيك النظام. ما كنا بنعرف إنه في أديان أخرى، ما كنا بنعرف إنه في حقائق أخرى. بعدين طبعا مع الوقت لما الواحد بلش يعني يكتشف العلم، تناقضات ما بين الدين والعلم، تناقضات ما بين العقل والدين، صار في شك، والشك تحول ليقين لما صار في احتكاك مع الكتب والانترنت، شفت تجارب بنفسي، فتخليت عن الدين الإسلامي لأني من أسرة مسلمة. وبعدين بحث في الديانات الأخرى اللي هي المسيحية واليهودية، وحتى الديانات الغير سماوية أو التي تصنف على أنها غير سماوية، ولقيت أنه كلها شبه بعض وكلها داخلة بعض وكلها
يعني خلقت لأسباب سياسية غالبا، حتى تقيد الناس أو تخوفهم، فتخليت عنها ومرتاحة، حاسة هيك حرية، حرية داخلية حتى الناس ما بيفهموا غلط. برافو، يعني انا احييكي انه ما اخترت الشيء. يعني في ناس كتير تطلع من دين لدين وما بتكون واعية انه يا جماعة نفس النتيجة، يعني طلعتوا من وهم الى وهم اخر. اختي خلينا ندخل بموضوعنا، بس علوى الصوت شوي هيك تعليه، لانه الصوت اظن لللابتوب شوي أحزر. بعد اذنك. تمام. اختي الشاي، حدثينا عن مفهوم المثلية لو سمحتي، تفضلي. أوكي. المثلية كمفهوم أو كمصطلح علمي هي انجذاب ميل عاطفي وجنسي لنفس الجندر تبعك، يعني أنت إذا رجال بيكون ميلك لرجل، إذا أنت امرأة بيكون ميلك لامرأة. هذا باختصار. طبعا المفاهيم الدينية المثلية تعتبر خطيئة، المفاهيم القانونية المثلية تعتبر جريمة، المفاهيم الإنسانية أو العلمية والنفسية المثلية هي مجرد طبيعة إنسانية أو ميل طبيعي. بس باختصار طيب، يعني شو نظرة المجتمع للمثليين؟ المجتمع يعني نقول مجتمعنا، المجتمع الشرقي، المجتمع المسلم عموما. المجتمع المسلم والمجتمع العربي بشكل عام يرفض الاختلاف مهما كان، لأنه عنده نظرات نمطية معينة للأشخاص المختلفين. بشكل خاص المسلمين يتعرضوا لعدم قبول، يعني رفض كامل من المجتمع العربي والإسلامي، ما في أي ترحيب به، لا على مستوى الأسرة ولا على مستوى الشارع ولا في وسائل الإعلام ولا حتى على مستوى الثقافة، لأنه المثلية هي أمر واقع في التاريخ العربي والإسلامي، لأنه كان في مثلا خلفاء مثل الأمين ابن هارون الرشيد كان مثلي وكان عنده غلام بيحبه، كان بيفضل الميل على البنات، حتى أمه كانت بتدخل له بنات بتلبسهم مثل الغلمان، عشان هيك إجا مصطلح الغلاميات. وكمان الخليفة الواثق، خليفة المعتزلي الواثق كان كمان مثلي، يعني رغم انه هي امر واقع، يعني المثليين بيقول لك حسب الاحصائيات انه في مثلي واحد او مثليين في كل اسره، يعني ممكن ترفض الحقيقه هذه، بس هي احصائيات علميه، حتى ولو هم ما طلعوا ما حكوا انه احنا مثليين، بس موجود. المجتمع يرفض تماما، بيتعامل معهم بنوع من التمييز والكراهيه والرفض والظلم، اوقات واوقات بيتحول هذا الرفض العنف، وعلى مستوى القانون بيتحول إلى سجن واضطهاد. وفي دول طبعا مثل ما بتعرف السعودية وإيران والسودان، المسلمين فيها بيتعرضوا للإعدام. ما شاء الله، يعني المجتمع رافض المسلمين شكلا ومضمونا وحتى نقاشا، مش قابل حتى فكرة إنه الواحد يفتح معه نقاش في الموضوع لحتى يوصلوا الفكرة الصح. طيب، يعني برأيك شو السبب اللي بيخلي المجتمع يرفض مفهوم المثلية؟ يعني بصراحة أنا سمعت من ناس مثقفين حتى، يعني بيقول لك، وعلمانيين، مثقفين وعلمانيين، بيقول لك أوكي بالنسبة لي الشيء مقزز، مع إنه يعني هو أنا متأكد إنه أخذ هالكلمة الشيء مقزز أخذها من مجتمعه. يعني هو يعتبر نفسه علماني ومثقف ومن أعلى درجات الثقافة طبعا، ولكن يعتبره شيء مقزز، وأنا متأكد أخذها من مجتمع، من محيطه الاجتماعي. يعني برأيك شو الأسباب اللي تخلي المجتمع يرفض المثليين؟ تفضلي. في أسباب كثير. خلينا نقول إنه الثقافة بحد ذاتها تفرق. ثانيا، مفهوم المجتمع عن الرجولة والأنوثة والجنس بشكل عام. السبب الثالث هو الدين. بس قبل ما أفوت بالتفاصيل بدي أحكي عن شغلة. خلال الحرب العالمية الثانية،
خلال الحرب العالمية الثانية لما اجوا الامريكان حرروا المعتقلات النازية، حرروا اليهود من المعتقلات النازية من الهولوكوست، طلعوا كل اليهود اللي كانوا جوا المعتقلات ما عدا المثليين. المثليين حتى في ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية كانوا بياخذون بيحطون بالمعتقلات مع اليهود، وكانوا بيتعرضوا لنفس المعاملة. فأنت تخيل إنه خلص الحرب العالمية الثانية انتهت، كل اليهود اللي بسرفايف يعني طلعوهم ما عدا المثليين، أجبروا إنه يكفوا مدة السجن تبعهم داخل المعتقلات. هيدا بس من أقل من 100 سنة، من تقريبا 80 سنة في ألمانيا. في أوروبا اللي هي تعتبر اليوم واحدة من أكثر الدول اللي بتعطي حقوق للمثليين وللأقليات إلى غير ذلك. فهذا بيرجع لثقافة المجتمع بحد ذاته، الثقافة إنك اللي هي تراكم خبرات تاريخية وخبرات اجتماعية على مدى عصور إلى غير ذلك. أنت ثقافتك هذا عم تعطيك وجهة نظر إنه إحنا كمجتمع لازم كلنا نكون على مستوى واحد، لازم ما نكون فينا حدا مختلف. إذا في أي حدا مختلف معناتها هو غلط وإحنا الصح، وبناء عليه لازم نرفضه، وهالرفض حتى نخوفه، والخوف يخليه يتحول للطبيعة اللي هي إنه يكون مغاير. هلا المفهوم المجتمع عن الرجولة والأنوثة والجنس، المجتمع العربي، المجتمع العربي بشكل عام موضوع الجنس عنده، يعني أنت بتعرفه من خلال وسائل سرية لوحدك، بقى تكتشف تعيش مع نفسك، مفاهيم غلط مفاهيم صح مش مهم، بس ما بتلاقي أب أو أم عندهم خلفية معينة عن الجنس وقاعدين عم بيشرحوا لأولادهم إنه أنت جنسك هيك، أنت ما تسمح لحدا يلمسك بهالطريقة، هيدا أعضاء، هيدا جسمك له حرمة، ما تخلي حدا يتحرش فيك، إذا حدا لمسك تعال قلي. لا، كله تعتيم وتغميم، لدرجة إنه أوقات بيصير في تحرشات واعتداءات جنسية داخل الأسر، والأطفال للأسف ما بيحكوا عنهم. يعني المفهوم المتدني او المعدوم عن الجنس بحد ذاته، وبعدين رؤيتهم انه الجنس دائما شيء لازم يتم بين رجل وامراه، يعني الطريقه الفورمال التقليديه كلاسيكيه، ما في شيء غير هيك. نيجي لمفهوم الرجوله، لما تحكي لهم عن المثليه بالنسبه لهم هذا بيهز الشنبات بقى، وبيهز صورة عنتر، وبيهز صورة القبضاي اللي بينزل بالشارع، وبيهز صورة الرجولة مثل ما هني شايفينها. يعني إذا أنت مثلي معناتها أنت مش رجال، معناتها أنت مش قادر تأدي دورك كرجل، معناتها أنت مش قادر تفرض نفسك شخصيتك كرجال، وتعتبر عار، عار على أسرتك، عار على مجتمعك، عار على الرجولة نفسها. عشان هيك بتلاقي أول ناس بيروحوا يعتدوا على المثلي لما بيشوفوه في الشارع هم رجال، ما بتلاقي وحدة ست مثلا راحت ضربت واحد مثلي، لا، اللي بيعتدوا على المثليين هم رجال. اللي بيخليهم يعملوا هالشي العامل النفسي، إنه انعكاس صورة الرجولة على هذا الشخص اللي بيشوفوه لابس بطريقة معينة، أو حاطط ميك اب، أو بيمشي بطريقة معينة، يعني هني مش قابلين الشكل. وهون الأحكام المسبقة عن الآخر ورفض الآخر بشكل عام بسبب المفهوم الغلط عن الرجولة. السبب الثالث والسبب الأهم بعتقد إنه هو كمان جزء من الثقافة، الصورة النمطية عن المثليين في الدين. الدين عرض لك المثلية إنه هي دائما مرتبطة بقصة قوم لوط، قصة مدينة سدوم وعمورة، اللي الله بالمفهوم الإسلامي خسف بهم الأرض لأنهم كانوا مثليين، لأنهم كانوا على غير الطبيعة، لأنهم كانوا بيأتون الرجال لم يكونوا يأتوا النساء. فبالنسبة لإلهم دغري وقت تحكي مثلي شو بيجي على باله؟ قوم لوط. يعني أنا ما عم بسمع الصوت جان. مشان هيك عم بقول عملنا الحلقة باسم قوم لوط يعني. طيب، خلينا ندخل بالأديان والمثلية. برأيك شو وجهة نظر الأديان بالمثلية؟
تفضلي. الأديان السماوية اللي هي أخذة كلها من بعضها، خلينا نبلش بالعهد القديم اللي هو اليهودي، نفس القصة، قوم لوط مثل ما أنت بتشوفها في المسيحية والإسلام مع بعض التغييرات، هي كمان موجودة بالعهد القديم، وبتحكي نفس الشيء عن سدوم وعمورة، وأنه كيف الإله خسف بهم الأرض، وأنه هني كانوا ناس سيئين على مستوى الأخلاق، وكانوا بيعتدوا على غيرهم إلى غير ذلك يعني. بس لما تيجي تشوف المفسرين شو قالوا في قصة قوم لوط اللي جرمت المثلية، بتعتبرها واحدة من أكبر الكبائر، وفي الإسلام يهتز عرش الرحمن، ولما تيجي تشوف كمان العقوبات، عقوبات المثليين في الأديان، المثلي مثله مثل اللي اغتصب وأكل. وطبعا النموذج العظيم داعش قاعد عم بتطبق بالضبط شو الإسلام طلب كعقوبة للمثليين، تاخذهم على أعلى بناية وصلت أعتقد في سوريا وبالعراق، وبيرموا المثليين من فوق هالبناية، يعني رميهم من شاهق، رجمهم حتى الموت، وحرقهم. ذكر قصة طيار الأردني معادل، طبعا طبعا للأسف اللي أحرق من قبل داعش، مش طبعا لأنه مثلي، بس عم بحكي عن العقوبة بحد ذاتها بشكل مجرد، الحرق اللي اجوا بعدين ناس بيحكوا عن الدين وقالوا لا الإسلام ما في التحريق إلى غير ذلك، لا التحريق مذكور في الديانة الإسلامية في الأحاديث وفي التفاسير وفي التشريعات، وهو يعتبر واحدة من العقوبات اللي الإسلام حاطها للمثليين. يعني مش بس رفض ولعن وتمييز وظلم وأحكام مسبقة، لا كمان أنت إذا مسكت واحد مثلي أو واحد خصوصا الرجال، لأنه عقوبة البنات المثليات في الدين الإسلامي مثلا هي الحبس الانفرادي العزل، ما بدهم إياها تكون محتكة مع نساء تانيات، لأنه راح تصورهم أنه هي تروح تعتدي عليهم أو تحولهم للمثلية أو تجبرهم على ممارسة الجنس إلى غير ذلك. لكن الرجال هي عقوبات قصوى تصل إلى حد الحرق والرجم والرمي من أماكن عالية. هل التفسير أو الصورة النمطية السيئة جداً عن المثليين اللي كانت في الديانات السماوية الثلاث، العهد القديم والمسيحية والإسلام، كرست يعني الكراهية في الكثير في أذهان الكثير من المتدينين الحاليين من كل الديانات، اللي هم بيمارسوا كراهيتهم لفظا وتعبيرا وأوقات يعني جسدا عن طريق جسديا عن طريق العنف ضد المسلمين. للأسف للأسف أختي، يعني برأيك شو السبب؟ يعني هلا مثلا كل الديانات، وين بتلاقي اليهوديه القرقاشيه الاسلاميه الدنماركيه واتيفر، يعني شيء اسمه دين او فكر غيبي يحتقر المثليين ويعاملهم ك يعني ك ك كبشر غير كاملين اصلا يعني. فبرايك شو السبب اللي بخلي الله هذا تبع العرش العظيم حيطت عقله بعقل المسلم عن انه هو خلقهم، هو خلق مثليتهم يعني؟ للاسف. تفضل. طيب هلا هالخالق العظيم حسب تصور الدين اللي خلق يعني كل المخلوقات على الكون، مش الكائن احاد الخليه اللي اثبتوا العلم، لا الله، وخلقهم ورفضهم. للاشاره بس، المثليه ليست هويه محصوره في الانسان، المثلية موجودة في عالم الحيوان، حتى في عالم الحشرات، في عالم الطيور، الحيتان إلى غير ذلك. لما يجي يعني الستيريوتايبس المعروفين عن المثليين بيقول لك هيدا مثلي لأنه تعرض لاعتداء جنسي وقت كان طفل، أو هيدي مثلية لأنه أمها ما كانت بتعاملها منيح، أو هيدا مثلي لأنه أبوه كان بيضربه. هل الحيوانات تعرضت لاعتداء جنسي وقت كانت مرحلة الطفولة مثلا؟ يعني
هلا في نظريات علمية كتير بتحكي عن المثلية إنه هي موجودة في الإنسان وفي الحيوان نتيجة تكوين جيني وتكوين نفسي معين، تمام؟ ولسه في دراسات إلى غير ذلك، غير إنه منظمة الصحة العالمية شالتها من قائمة الأمراض والديزوردر الاختلالات النفسية إلى غير ذلك. فالدين اللي هو صالح لكل زمان ومكان ولكل البشر، لسه الناس اللي بيشتغلوا فيه ثابتين على فكرة إنه الإنسان المختلف هو إنسان مختل، هو إنسان خطير، هو إنسان مجرم. لما تحكي لهم أو الدين بيجيك من هالنقطة هيدي، إذا أنت دققت في قصة قوم لوط، قوم لوط هدول شو كانوا بيعملوا؟ كانوا بيسرقوا، كانوا بيغتصبوا، كانوا بيعتدوا، مش بس كانوا مثليين. يعني شوف، ربط لك المثلية بكذا جريمة، جريمة جنسية، جريمة عنف، إلى خيانة الأمانة، إلى غير ذلك. أختي بس دقيقة، يعني أنا هون في مسألة قوم لوط، يعني نعم. أنا في مسألة ما عم بفهم، يعني قوم لوط اليوم مدينة، خلينا نقول، يعني هل من المعقول مدينة كاملة كل بشرها مثليين؟ يعني كيف بدها تدخل بالمخ، تدخل بالعقل؟ إذا كلهم مثليين كيف كانوا يتكاثرون؟ يعني تفضلي. صحيح، هذه نقطة تانية. هلا شوف، احنا ما بدنا نصدق كل شيء قصص اجت في الكتب الدينية، بس احنا عم نحكي من وجهة نظر المتدينين اللي بيعتبروا انه هذا كلام مقدس وما في اي شيء غلط، وبيعتبروا انه القيم الاخلاقية بما فيها الصح والغلط والخير والشر منبعها الوحيد هي الكتب المقدسة اللي بيعتبروها كلام الخالق او كلام الانبياء اللي وصلهم من الله أو يسوع إلى غير ذلك. مثل ما أنت قلت، كيف كانوا بيتكاثروا، كيف كانوا موجودين على الكوكب، هل كانوا متزوجين من نساء تانيين، شو وضع النساء وقتها، كيف كلهم ما كان فيهم ولا حدا منيح، كلهم كانوا بيغتصبوا بيعتدوا، كانوا مثليين وما كانوا بيسمعوا الكلام إلى غير ذلك. المهم انه هذه القصه المضحكه، يعني لسه الحديث هلا هي الاساس اللي بتقوم عليه الكراهيه ضد المسيحيين للاسف. يعني بالفعل للاسف يعني باشياء خرافيه، يعني يعتمدوا على اشياء خرافيه اصلا لم تحصل، اوهام، ونعامل بعضنا في هالوقت هذا على هالأساس هذا. طيب أختي، برأيك شو أسباب الخوف، خلينا نقول هوموفوبيا، من المثليين؟ تفضل إذا سمحتي. الهوموفوبيا أو الخوف من المثليين هو مصطلح حديث دارج الآن المجتمعات أو فئات اللي بتعبر في الحقيقة عن كراهية مباشرة أو لا هذه الفئة. الأسباب تبعها غير أنه ممكن يكون أغلبها أسباب دينية، بس هي كمان مثل ما قلت الستيريوتايبس أو يعني كيف هني معتبرين أنه الشخص المثلي هو شخص منحل أخلاقيا، شخص ما عنده أخلاق، شخص عنده الإيدز نظرا لأنه علاقاته الجنسية مفتوحة، شخص شو بيقولوا بيقدر يعمل جنس، يعني إذا هو رجال إذا شاف أي رجال تاني في الشارع يلا بينا. ناس فشلة، ناس منحطين، ناس ما عندهم أي تصور جيد للحياة، ما عندهم وظيفة، ما عندهم أسرة، يعني عرفت هالنظرة هيدي. في الحقيقة إنه ما بدي أذكر إنه الأجهزة التواصل اللي إحنا بنستعملها هلأ مثل أبل، هي مصدرها شركة أبل اللي الرئيس التنفيذي تبعها نفسه مثلي، ويعتبر واحد من أنجح وأشهر المثليين في العالم، وبيقدم يعني مش بس
دعم للمثليين، بيقدم دعم لجمعيات خيريه لاطفال لحتى للاجئين السوريين واللاجئين العراقيين في كل دول العالم. ما بدي اعدد المشاهير المثليين لانه ما في فايده انه تعرض نماذج، هن نفسهم عارفين انه هدول مثليين، ناس منيح مثل ريكي مارتن، جودي فوستر، مشاهير بنشوفهم على شاشه السينما، مشاهير ما في قنوات عربية بتسترجي تطلب منهم يشرفوا لحتى يعملوا معهم مقابلة، لأنه أغلب هدول الناس اللي بيحترموا حرم بيرفضوا حتى مجرد زيارة دولة بتدخل أقليات المثلية على السجون أو بتحطهم في مواقف يتعرضوا فيها للإعدام والاعتداء دون أن تتحرك السلطات الرسمية ساكنا. فبشكل عام انه النظره هيدي الدونيه للمثلي على انه انسان فاشل ومجرم ومنحل هي سبب وجود الهوموفوبيا بشكل عام في المجتمعات الغربيه وفي المجتمعات العربيه مع. طيب اختي، يعني حدثينا عن الخروج من الخزانه مثل حسب تعبيرك، يعني حسب ما ردتي تعبري فيه، انه المثلي اليوم إذا أراد إنه يوضح يفصح عن ذاته، يا أخي أنا بدي أعيش حياتي، هي عندي هالحياة الوحدة بدي أعيشها مثل ما بدي أنا، فتقبل الناس يعني بدي يطلع من الخزانة يقول أنا هون. فإذا بتحكي لنا عن العواقب، المخاوف، خلينا نقول التفكير اللي بيدور بمخ الإنسان المثلي لما يريد انه يظهر للمجتمع تبعه، تفضل. نعم، الخروج من الخزانه or being out of the closet هي واحده من اجرأ الخطوات اللي ممكن المثلي يعملوها في حياتهم. انك خروج من الخزانه يعني انك تعبر عن هويتك للناس المقربين لك اللي هم اصدقائك، اهلك بالدرجه الاولى، محيط عملك، المجتمع بشكل عام. فهي خطوة صعبة جداً للأهل سواء في المجتمع الغربي أو في المجتمع العربي. هلأ بالنسبة للخروج من الخزانة في المجتمع الغربي، بيكونوا أوقات الأهل عارفين، يعني هم اللي بيدقوا عليه، Are you out yet؟ لسه مطول؟ طيب خذ راحتك. في المجتمع العربي حتى ولو هني شاكين انه بنتهم او ابنهم مثليين، لا، هو مخبي حاله ومحرص كثير على انه يحكي عن هويته، و يعني he's pretending انه هو straight، يعني بيروح لصاحب بنات هيك يعني فشخره وهيك، وداخل الخزانه واهله شاكين، بس هني كمان بيسكروا اكثر عليه، يعني اوعى تطلع، خليك، احنا عارفين بس خليك جوا. ومن الاشياء المضحكه اللي الاهل في المجتمعات العربيه بيعملوها، انه انت عارف لما بيكون مثلا واحد ماشي مع مجموعه بيشربوا مخدرات او بيسكر او بيسهروا كثير، شو بيفكروا؟ خلينا نزوجه لحتى يعقل. فهي نفس الفكره، لما بيشكوا انه بنتهم او ابنهم مثليين، اول شيء بيفكروا فيه انه خلينا نزوجه لحتى يمشي عدل. انه anyway so برجع لموضوع خروج من الخزانه، في كثير عرب بكل شجاعه قدروا انه يطلعوا وبيحكوا لاهلهم. رده فعل الاهل غالبا بتكون صدمه كبيره حتى لو هني شاكين، عرفت يعني رفض، انكار اللي هي المراحل العادية تبع الصدمة، إنكار، بعدين بتيجي بقى مرحلة إنه التقبل. بس هل هذا التقبل يعني إنه هني رح يحكوا بالموضوع مرة تانية ورح يتقبلوا؟ لا، غالباً بتكون إنه إحنا رح نعتبر إنه أنت ما قلت شيء، ورح نعتبر إنه أنت مش مثلي، بس بليز ما ترجع تحكي هالموضوع وما تفضحنا وما تعمل لنا شيء بيخلينا مخبين وجهنا من الناس. لانه في المجتمعات العربيه الثقافه كلها بتعتمد على الصوره، يعني الايمج، اذا انت شوهت صوره الاسره
فيومك مش فايت. إذا أنت ماشي على كلام أبوك وأمك وبتعمل اللي بدهم إياه والجيران مبسوطين منك وكل شيء، أنت أوكي. حتى لو قاعد بتمثل، حتى لو قاعد بتنافق، الخروج من الخزانة هو شيء كتير شجاع، شيء فيه كتير قوة وجرأة واحترام. والمثليين اللي بيعملوه بيخاطروا بحياتهم جد، لأنه في لسه جرائم الشرف حقيقة مؤسفة في الوطن العربي، وفي في ناس مثليين راحت حياتهم بسبب هالموضوع، تعرضوا للقتل. مش بالضرورة إنه إحنا سمعنا عنهم، يعني في قصص بتصير إحنا ما بنعرفها، ما بتوصلنا للأسف. بس هي خطوة كتير مهمة، تصالح مع الذات أول شيء، تقبل نفسك، غير إنه صارع لا أنا مش مثلي، أنا مغاير، أنا بس هذه مرحلة. بعدين تجي مرحلة الخروج من الخزانة مع غيرك، هذه هي. طيب أختي، إذا قلنا بس دقيقة واحدة، هل تؤثر المثلية على قيم وأخلاق الإنسان في المجتمع برأيك؟ تفضل. يعني أنت عارف مين اللي بيطرح السؤال كتير؟ يعني بيقول لك الهوموفوبيك المجتمع، بيقول لك يعني كيف أنت مثلي وعندك أخلاق؟ أثبت لي أنه أنت عندك أخلاق. هو نفس السؤال اللي بينطرح على المرأة اللي بتكون غير محجبة، أنه طب أنت غير محجبة كيف عندك أخلاق؟ يعني أنت كيف طالعة من غير حجاب وبدك تثبتي لي أنه أنت بنت منيحة؟ أو نمط السؤال يعني حتى أبسطها أكثر، عندك حفلة فيها 100 واحد، 99 منهم كلهم بيأكلوا آيس كريم بالفانيلا، في واحد بس بياكل ايس كريم بالشوكليت، كيف راح يطلعوا عليه انه غريب؟ انت غريب، انت مريب. فهذا السؤال بينطرح من منطلق انه انت مختلف، فبما انك مختلف انت اكيد ما بتعمل الاشياء مثل ما بنعملها احنا. والحقيقه انه المثليه هي هوية جنسية، ما بتأثر أبداً على قيم ونمط أخلاق ونمط تفكير الإنسان فيما يتعلق بالخير والشر والصح والغلط، وكيف بيتعامل مع الناس، كيف بيحترم القانون، كيف بيتعاطى في شغله، كيف بيتعاطى مع أسرته، ما بيختلف تماماً. أنا سبق وعملت فيديو على قناة اليوتيوب تبعي وشرحت فيها الموضوع. أنا قلت أنا ما بدافع عن المثليين، بقول أنه هني they are the best people. No, they are just people. يعني أنت مثلي مثلك مثل المغاير. ممكن تكون مثلي إنسان منيح، ممكن تكون مش منيح. في مثليين بيفوتوا على السجن لأنه بيرتكبوا جرائم، مغايرين نفس الشيء. يعني مثل مثلا بتحكي سؤال، ليش كيف ما هي قيم الملحد إذا كان ما بيخاف من الله، إذا كان ما عنده ديانة؟ يعني شو الأساس اللي بيخليه ما يروح يغتصب ويسرق ويقتل وبيعذب إلى غير ذلك؟ يعني رافضين تماماً شيء اسمه ضمير، رافضين تماماً شيء اسمه طبيعة إنسانية. يعني أنت ما بتتعاطف مع الحجر، أنت بطبعك إنسان اجتماعي، تتعاطف دغري مع إنسان مثلك، في هذا التواصل الإنساني في ضمير، في إحساس. كونك أنك تروح ترتكب جريمة أو تكون إنسان سيء بيعتمد على شخصيتك، مش على هويتك أو على جندرك أو على كونك لابس أحمر أو لابس أزرق أو لابس حجاب أو مش لابس حجاب أو أنت جاي أو أنت ستريت إلى غير ذلك. بالضبط. يعني للأسف أنه عندنا مسألة الأخلاق مرتبطة بين الإجرين، بين الأفخاذ، للأسف يعني، وهذا شيء معيب بحقنا. يعني الجنس إذا قربنا، إذا له علاقة بالأخلاق، هو الاغتصاب لا أخلاقي. مثلا ممارسة الجنس مع الأطفال، ولا التفكير بممارسة الجنس مع الأطفال أو المقربين، مثلا الأخت أم، هل هون بكون له علاقة بالأخلاق مباشرة؟ ومستحيل الإنسان العاقل يكون بهالمستوى هذا يعني. وغير الأشياء البقية ما لها علاقة بالأخلاق، هي حياة جنسية ك
كما أجوع، كما يعني كما أجوع بدي آكل. والجنس نفس الشيء يعني، فما له علاقة بالأخلاق إلا في مسائل معينة وكثير يعني بسيطة، والإنسان العادي أصلاً لا يفكر فيها. طيب بس في عندي سؤال ثاني هون، هل يستطيع المثلي أو المثلية تكوين أسرة؟ تفضل. نعم، قبل ما أرد على السؤال بس بدي أضيف لتعليق على موضوع القيم الأخلاقية عند الإنسان. تفضل. هل رواية ديستوفيسكي الإخوة كارامازوف طرح السؤال هيدا، يعني أحد الإخوة في الرواية هذه العظيمة طرح السؤال وقال: هل إذا كان الله ميتاً أليس كل شيء مباح؟ طبعا السؤال فيه إهانة عميقة للإنسان والضمير بحد ذاته، ومثل ما أنت قلت يعني الموضوع بيعتمد على تعاملك مع الآخر. هني متصورين أنه المثلي رح ينزل على الشارع يغتصب، رح يجبر حدا على ممارسة الجنس معه، إنه المثليين اللي عم بيدافعوا عن حقهم عم ينشروا المثلية كما لو أنها وباء، يعني كما لو أنها جرثومة، وهي في الحقيقة إذا أنت مثلي أنت مثلي، ما يعني إنه حدا يعرض عليك مفهوم عن المثلية أو فيديو أو فيلم ما راح يخليك تتحول لمغاير أو العكس، عرفت كيف؟ أو بالنسبة للسؤال الثاني موضوع تكوين الأسرة، بدي أقول إنه هو واحد من الأحلام البعيدة لكل المثليين العرب. المثليين العرب يعني منهم صيع، حتى أقول مصطلح صح، منهم الناس أهدافهم جنسية بحتة، منهم ناس بدهم بس يعملوا علاقة جنسية بيناتهم. تكوين أسرة هو واحد من الأهداف يعني جدا عميقة محترمة في الحياة، لأنك أنت يعني بتعيش على قيم ونمط في التزام مع طرف معين، ويمكن أنت تضيف شخص لهالحياة، يعني ممكن تجيب طفل. مفهوم الأسرة التقليدي عند المجتمعات المحافظة أنه لازم يكون رجال وامرأة وأطفال، حتى ما أقول طفل لأنه تعرف العرب. لما تيجي تحكي لهم انه المثلي او المثليه من حقهم انه يعملوا اسره، بيقول لك كيف وحده ست مع وحده ست؟ طب اوكي يكونوا مع بعض فهمناها، بس كيف تكوين الاسره؟ الاسره بالمفهوم الحديث انت ممكن تكون اسره انت وطفل واحد، يعني تكون اب عازب مثلا، كانت عندك علاقة مع واحدة أنجبت طفل بس هي ما بدها الطفل نظراً لظروف معينة، أو مثلاً خلينا نقول إنه هي ماتت حادث معين، وأنت ما بدك ترتبط مع شخص آخر بس بدك تربي ابنك، أنت وابنك تعتبروا أسرة. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، في نساء عازبات، في نساء أرامل، في نساء في المجتمع الأمريكي مثلاً بتعرف على ناس بيقول لك we have a family، بتلاقي رجل وامرأة وعندهم كلب مربين حيوان أليف في البيت، بيعتبروا هالحيوان الأليف أحد أفراد الأسرة وبيهتموا فيه وإله احترام ومحبة واعتبار وكل شيء. فمفهوم الأسرة بحد ذاته لازم الناس تستوعبه الأول، لأنك أنت تتفق مع شخص آخر على أنكم تعيشوا تحت يعني سقف واحد بقيم بالتزام معين. لما تجي مثلية اثنين مثليات أو اثنين رجال بيحبوا بعض بيتفقوا على هالشي، وبعدين بيتفقوا أنه يجيبوا ولد يتبنوا أو بيعملوا تلقيح اصطناعي، يعني بيلاقوا امرأة حاضنة أنه واحد فيهم بيتبرع بالحيوان الملوي وبيعملوا تلقيح اصطناعي وامرأة حاضنة تشيل البيبي وبعدين تعطيهم البيبي. طبعاً بيوقعوا على أوراق أنه أنت تعتبرين حاضنة فقط ولست أم للطفل،
القوانين هون في أمريكا وفي دول أوروبية تانية وحتى في دول آسيوية تبيح هذا الشيء. يعني هو لا يعتبر جريمة، بالعكس. وفي شخصيات عامة كتير على في هوليوود مثليين ومثليات عندهم أسر وفاتحين بيوت مثل ما بيقولوا وعندهم أطفال، وهذا لا يعني إنه أطفالهم رح يطلعوا جاي، لا ما له أي علاقة. لأنه التصور إنه أنت بتربي أطفالك بيطلعوا مثلك، اللي هو الجنسية حتى ما لها علاقة بالأهل. ما أنا أهلي مغيرين، أبي مغاير وأمي مغايرة، بس أنا مثلي. هل في حد من أسرتي كان مثلي؟ الشيء الوحيد اللي بعرفه إنه هي الجينات، ما لها علاقة. بموضوع الأسرة هو حساس كتير للمثليين، لأنه بيعتبر الهدف الأعلى لإلهم، لأنه بيمثل استقرار، بيمثل الأمان، بيمثل أشياء كتير حلوة بالحياة. طيب شيء على وقت تحدثينا عن مشاهير المثليين العرب إذا سمحتي، تفضلي. طيب مشاهير المثليين العرب، أنا عملت فيديو على فكرة بس من 3 أيام نزلته على القناة تبعي، حكيت فيه عن مشاهير الترانس جندر، يعني متحولين من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، ومشاهير المثليين العرب. بما أنه عم نحكي بس عن المثليين اليوم، فمشاهير المثليين العرب في حامد سينو اللي هو المغني الرئيسي في فرقة مشروع ليلى اللبناني، إنسان راقي كتير، محترم، ناجح، عنده كاريزما وحضور وناشط كمان في الدفاع عن حقوق الأقليات والمثليين، وعنده يعني جمهور كتير كبير في معظم الدول العربية بشكل خاص في لبنان، وجمهوره مش بس المثليين، وجمهوره مغايرين كمان، لأنه إنسان بيقدم رسالة وفن وإنسان محترم جدا. الشخص الثاني هو الكاتب المغربي عبد الله الطايع. عبد الله الطايع هو كاتب وشخص أنا بحيي جرأته وبحيي شجاعته، لأنه يعني هو من الناس القليلين اللي طلع من الخزانة وقال لأمه، قال لأهله لما كان بالمغرب حتى قبل ما يسافر على فرنسا، وعمل فيلم بيزد على سيرته الذاتية، حكى فيه عن المثلية، حكى فيه عن المجتمع المغربي، على استغلال المثليين وقت يكونوا صغار، على الهوموفوبيا. إنسان كتير كتير محترم، وأنا شخصياً بتمنى أنه في يوم من الأيام بتواصل معه بشكل شخصي. الشخصية الثالثة يمكن ما إلها كتير علاقة بالعالم العربي، بس هو حفيد الفنان عمر شريف، عمر شريف جونيور. هو مولود وعايش في كندا، وحالياً عايش ما بين أمريكا وكندا، ناشط بمنظمة جليد بيدافع عن حقوق المثليين. He came out، قالها علني. أنا حتى قبل ما يموت جده الفنان الشريف عمر الشريف، وكمان يعني كل احترام لإله، لأنه أنا تواصلت معه على تويتر والحقيقة رد عليه، وكان إنسان جدا متواضع، وقال لي إذا في أي شيء بقدر أعمله أنا حاضر. فهدول هني المشاهير المثليين العرب حاليا. هل في غيرهم؟ في غيرهم كتير في كل المجالات، بس أنا ما بقدر أسمي أسماء حتى ولو كنت أنا بعرفهم بشكل شخصي. هني ما قالوا، لأنه أنا إذا قلت أسامي ممكن هيدا عرضهم لخطر. يعني في ناس ممكن تستغل الموضوع بشكل سيء، أنت فاهم طبعا. بكل تأكيد، يعني في كتير منهم وبيخفوا هويتهم الجنسية، يعني للأسف خوفا من المجتمع الهمجي للأسف. طيب أختي، حدثينا عن النشطاء العرب في مجال الدفاع عن حقوق المثليين، يعني التحديات والمخاطر اللي بواجهوها، تفضلي. النشطاء مجال الدفاع عن حقوق المثليين بالعالم العربي موجودين في كل الدول العربية، حتى الدول اللي أنت ممكن ما تتخيلها. يعني أنا اكتشفت أصدقاء مثليين نشطاء من اليمن، هالبلد اللي حالياً بيتعرض طبعا حرب، وفي جو من اللا أمن واللا استقرار الغريب. يعني فالنشطاء موجودين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. نشكر الغرب الكافر الملحد الصهيوني اللي عمل لنا كل تكنولوجيا اللي قاعدين هلا عم نستغلها لحتى ننشر الرذيلة والإثم طبعا بين قوسين، لأنه بيعتبروا إنه
الإلحاد والمثلية وكل الأقليات ما عندهم أخلاق وما بيسوا حتى الواحد يصنفهم كبشر، واللي طبعا التكنولوجيا اللي المسلمين اللطاف بيستعملوها لحتى يشتمونا ويضطهدونا إلى غير ذلك. فالنشاط بيتم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، في كثير مواقع لجمعيات و يعني في حسب الدول، في ميم الأردن، في براود لبنان، في أصوات الفلسطينية، في في لؤلؤة اللي هي خاصة بالمسلمين في الجزائر، في تونس كمان، المغرب طبعا، في مجلة وموقع أقليات. تحياتي لطارق وهاجر اللي بينشطوا فيه بشكل كثير كبير، فموجودين طبعا على مستوى الانترنت. على مستوى أرض الواقع في جمعيات بلبنان، لبنان يعتبر أكثر بلد في أريحية للمسلمين. جورج قزي بعتقد إنه عمل جمعية أدت دور كتير كبير لمساعدة وتوعية المسلمين والدفاع عن حقوقهم، لأنه الحكومة كل ما بيوجعها راسها بتروح تلم شوية مسلمين وتعمل ضجة إعلامية وفحوصات شرجية ويلا خدوا. شفتوا هاي الحكومة مشغولة قاعدة عم بتلم الرذيلة كل الدول، في الأردن، في مصر، في كل الدول. طبعا هي تغطية على الخيبة تبع الحكومات اللي مش عارفة تسير البلدان واللي قاعدة عم تسرق الشعب. بس النشاط موجود. النشاط هيدا شو هي نتائجه؟ نتائجه إنه المسلمين الجداد الصغار، الجيل الجديد من الأقليات الجنسية هيدي، عم يطلعوا طبعا ما بيلاقوا معلومات في الأسرة ولا في وسائل الإعلام على التلفزيون إنها بتقدم الصورة النمطية الغلط. عم بيلاقوا هالمواقع اللي بتعطيهم معلومات صح عن هويتهم، بتخليهم مجال يحكوا عن مخاوفهم، شكوكهم، عن القلق، عن التعب النفسي، عن الإحساس بالذنب. لأنه المثليين مش كلهم لا دينيين أو ملحدين، في مثليين متدينين، في مثليين مسلمين، في مسيحيين، في يهود إلى غير ذلك. فهالمواقع لها كتير أثر إيجابي في إنه تخليهم يتصالحوا مع هويتهم. الهدف الكبير بقى هو المجتمع، إنه نوقف العنف، نوقف الكراهية، نوقف الهوموفوبيا. وطبعا الهدف الثاني هو إنه القوانين تتغير لمصلحة المثليين. مش إحنا عم بنطالب بأي شيء في المرحلة هذه غير إنه تجريم المثلية، يعني اعتبار إنه المثلية جريمة تدخل عليها سجن 3 سنين أو 5 سنين، تدفع غرامة أو تعدم. هذه لازم تطلق. هذه يعني أنا ما بشوف إنه ما في فرق بين هذا القانون وبين قانون يبيح بيع وشراء السبايا والسبايا أثناء الحروب، لأنه أنت قاعد عم تعمل قانون على أساس ديني، لأنه الدين حرم المثلية، قاعد أنت عم بتحرمها وبتجرمها في القانون. ليش ما بتاخد بعين الاعتبار الدراسات العلمية؟ مثل ما أخذتوا يعني ميثاق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعبيد والسبايا، رغم أنه مباح وعنده تشريعاته في الإسلام إلى غير ذلك. ويا فالتحديات كبيرة كتير، لأنه دايما بيتعرضوا لضغوطات من أوقات بيتعاملهم كمائن، عرفت؟ يعني جد هيدا تتواصل مع شخص على أساس أنه مثلي، بتروح تقابله على أرض الواقع بيطلع كميل للشرطة، بيقبضوا عليه وبيضغطوا عليه لحتى يجيب أسامي مثليين تانيين، بيفوتون على السجن وبتصير فضيحة وقضية طبعا للشباب، وصارت في عدة دول كمان. أنا شخصيا بواصل النشاط، عندي قناة على اليوتيوب، بتمنى من كل الناس اللي عم بتشوف الحلقة تشوفها وتعمل اشتراك إذا بدهم يفهموا أكثر عن موضوع المثلية. أنا بحاول أقدم رسالة إيجابية، ما بحاول إنه I victimize المثليين، لا، أنا بدي رسالة إيجابية لحتى المثليين نفسهم يشوفوا نفسهم بطريقة منيحة. فهيدا بالنسبة لموضوع النشاط. طيب اختي، يعني نحن اظن استوفينا شوي الموضوع، جزء المثليه الجنسيه هو موضوع بصراحه يعني
يراد له حلقات، يعني الموضوع عميق. بس نحن باختصار للوقت ومشان ما نطول الحلقة كمان كتير، يعني مشان ما تكون مملة، شو رأيك نرجع للإلحاد؟ تفضل. بس خليني أطالع صورتي على الشاشة عشان ما أنت شيء كشيء، أنت حاولتي تعلني إلحادك من قبل؟ بالنسبة على مستوى الأصدقاء، أصدقائي بيعرفوا هالشيء، بيعرفوا إنه أنا لا ديني، يعني وقت يحكوا معي مثلا بمسألة الدين بقول لهم أنا ما بقدر أحكي معكم من هالزاوية هيدي لأنه أنا ما بآمن بالأديان، وإنه أنا تصوري عن الكون وعن الحياة كذا كذا، يعني ما بآمن بأي إله، إلهكم هذا اللي اسمه الله عند المسلمين، ويسوع عند المسيحيين، وكريشنا عند الهندوس وغيرها من الديانات، انا ما بآمن فيه، انا عندي تصور معين. اصدقائي بيعرفوا قبل هيك، ما حاولت انه يعني اعلنها بشكل علني لانه ما كنت بعرف قديش الموضوع ممكن يكون له ضروره او يكون له اثر على الاخر. بس لما شفت صفحه الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا، وشفت الصور وشفت الناس والاسماء، قلت الله، ما انا كمان اعمل هيك. وبعدين تواصلت مع جان وشجعتني، ميرسي كثير لك، يعني كانت فضل تشجيعك يعني. وحاليا حاسه انه يعني عرفت كان في قيود شوي، تخلصت من الاغلال هيدي، والناس صاروا بيعرفوا انا مين، شو خلفيتي، مثلية لا دينية، من أصل عربي عايشة بأمريكا، شو ناقص شيء ما حكيت عنه ما بعرف. يعني أنا أشكرك على قبول دعوتنا أختي شي، يعني بصراحة أنا أشجع كل الملحدين اللادينيين، طلعوا يا ناس يا هو، طلعوا اجهروا اجهروا، خلوا صوتنا يصل للعلالي، خلي نحن موجودين، وصدقوني صدقوني نحن الأغلبية، بس نحن الخوف اللي ورطونا اياه خلانا نحس انه نحن اقليه، بالعكس نحن الاغلبيه، والايام الجايه السنين الجايه راح تورجينا على ارض الواقع مين نحن، ونحن قوتنا كبيره، بس بدنا نحن لازم نامن بقوتنا، نحن لازم نطلع، نحن لازم نظهر ونقول. اختي شي، برايك شو اهميه الاجهار بالالحاد؟ تفضلي. والإجهار بالإلحاد أهميته أول شيء بالنسبة للشخص الملحد نفسه أو للشخص اللاديني نفسه، إنه حاجز الخوف ما بقى موجود. يعني أنا متصالح مع نفسي، عقلي هيك، هذه هي الأشياء اللي أنا بآمن فيها، بحطها قدام الناس كحقيقة، لحتى وقت يجوا يسألوني بيحطوا في اعتبارهم إنه أنا شخص كذا، أنا شخص مني ما بآمن إنه حواء وآدم نزلوا من الجنة على الأرض، أنا ما بآمن إنه هم أصل الحياة، أنا عندي حقائق تانية علمية محطوطة قدامي. الأهمية التانية بتكمن في إنك أنت من خلال هالشيء هيدا قاعد عم بتقدم رسالة لغيرك، لغيرك من الناس اللي لسه حتى عندهم شك، لسه قاعدين عم بيفكروا، بدهم نموذج، بدهم يعني شوف، أنا بدي أقول لك، لما أنا اكتشفت مثليتي كنت بفتش، طب هل هيدا طبيعي؟ هل في ناس تانيين مثلي؟ أنا لو كنت شفت صورة شخص واحد بس أو فيديو لشخص واحد بيقول إنه أنا مثلي وإنه هيدا شيء طبيعي، كان رح يعني بيأثر على حياتي 360 درجة، يعني بشكل عميق كتير. رحلة البحث استمرت سنوات لحتى قدرت أوصل لهالمعلومة هيدي. نفس الشيء بالنسبة لأي أقلية تانية، الملحد، المشكك، الناس اللي مش مقتنعة بالدين، الناس اللي عندها شك في آيات معينة، الناس اللي عندها شك بالشخصية المحمدية، عندها شك بيسوع، لازم تعرف إنه في ناس مثلهم مروا بهالمراحل كلها، وصلوا لحقائق معينة، إنه هذه كلها خرافات وهم وخوف بيلبسونا إياه لحتى نمشي على طريق معين أو على نظام معين أو على قيم معينة. فالصفحة مثل الجهر بالإلحاد وصفحات
الحالية ولادينية كتير موجودة على النت. أنا يعني شابو لإلهم، غير إنه الموضوع شجاعة كبيرة، لإنه أنت وقت تحكي عن اسمك وبلدك وهيك عم بتعرض نفسك لخطر مباشر. أنت عارف إذا خلقت مسلم لازم تموت مسلم، وإلا فإنك راح تموت، يعني في كل الحالات ميت ميت. ف اللي هو حد الردة طبعا، واللي هو طبعا من الناحية الدينية أي مسلم بيقدر ينفذه ضد أي شخص بيعتبره كافر. وبعدين بيجوا يحكوا لك عن القيم الأخلاقية إلى غير ذلك، ويقول لك الإسلام هو دين التسامح والرحمة، ويغنوا لك غنية نحن لطفاء ونحن نحن الأفضل. فإلى أهمية كبيرة كثير جنب الإلحاد. طبعا اكيد، يعني الاسلام خصوصا المسلمين يعني يتغنون بالاخلاق، والاخلاق للاسف يعني بعيد عنهم اميال 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 طويله للاسف. طب اختي، مش برايك اذا شو بتقولي للمترددين القادرين انه يعلنوا اجهار، يعلنوا الحادهم، بس مترددين يعني بيقول لك خايف على مشاعر فلان وعلان وهالحكي هذا، انه مشان ما يجرح مشاعر مثلا اخوته ولا اصدقائه، ولا يعني مترددين هن قادرين بدون اي خسائر حتى. يعني تفضل. وأنا بعتقد إنه التردد أوقات بيكون صحي، لأنك لما تتردد فترة طويلة وبعدين بتعمل الشغلة، يعني كمية الراحة اللي بتحس بيها غير طبيعية. بس رسالتي لكل شخص خايف أو متردد إنه يحكي عن هويته أو عن إلحاده وعن معتقده وعن فكره، إنه خلي التردد على جنب، أتفرج وشوف على كمية الأشخاص المعروفين وغير المعروفين اللي حكيوا عن حالهم من هالناحية. ما حدا بيقدر يمسك انت كإنسان، ما حدا بيقدر يحملك مسؤولية انه جرحت مشاعره. المشكلة مش فيك انت، المشكلة فيهم هن، لانه قيم المجتمع العربية قيم جماعية مش قيم فردية. لسه ما في مستوى وعي انه كل انسان حر بخصوصية فكره، بخصوصية هويته، بخصوصية شخصيته وحياته. يعني كون انه انت ابنك ملحد وانت امام جامع، شو راح يأثر عليك؟ راح يأثر على صورتك اللي انت خايف عليها. مشكلتك انت مش مشكلة ابنك. ابنك مش قاعد لما يقول انه ملحد راح ينزل بعصاية في الشارع ويضرب في الناس، لا، ما له علاقة. وبعتقد انه كل شيء بيتم بهدوء، انه اشرح وجهة نظرك لأهلك او لأصدقائك، اذا تقبلوا اوكي، اذا ما تقبلوا كمان اوكي، لانك انت رأي الناس مشكلتهم هن مش مشكلتك انت. ويا كن متصالح مع فكرك. بالضبط. طيب اختي، شو كيف بتشوفي مستقبل الملحدين بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، العالم الاسلامي عموما، يعني للسنوات اللي خلينا نقول 10 ل 20 القادمه؟ تفضل. والله انا شايفه انه بما انه جودي فوستر ملحده فانه العالم راح يكون بخير، لانه anyway انا جس عم بمزح، لانه هي الممثله المفضله عندي وهي انسانه ملحده ومثليه كمان. المستقبل الملحدين أنا متفائلة كثير لإله، لأنه هن الملحدين في تزايد يوم عن يوم، كل يوم تكتشف إنه في أشخاص مروا بنفس المراحل اللي أنت مريت فيها وقت كان عندك شك، وقت كان عندك عدم يقين بالدين، وأنت بمساعدتك المباشرة وغير المباشرة من خلال الصفحة مثلاً قدرت انك تخليهم يوثقوا 100% من الشيء اللي هم بيفكروا فيه. هلا عم يتكاسروا، عم يكسروا، عم يحكوا عن تفكيرهم، عم يحكوا عن معتقدهم، عم يتخلصوا من الخوف. بعتقد انه مستقبل الملحدين راح يكون ممتاز في السنوات الجايه. اتمنى بس انه يكون في قناه فضائيه. بعتقد انه اسماعيل بلش شيء مثل هيك مع مجموعة من الملحدين في مصر.
اعملوا قنوات على اليوتيوب، احكوا عن حالكم، رح يأثر على حياتكم بشكل إيجابي 100%. ما تخافوا من أي شيء. أكيد أكيد، يعني القناة الذكرتية هي قناة العقل الحر، تلفزيون العقل الحر، وهي على الإنترنت، وأكيد صحيح. يعني قريبا راح تكون فضائية، يعني نحن متأكدين، وكل ملحد يعني هي صوت لكل ملحد بصراحة يعني. وأنا أحيي أصدقائنا القائمين على القناة، خلدون الغانمي والأخ أحمد حرقان والأخ إسماعيل محمد، يعني نحييهم ونشجعهم، وأيمن رمزي ومجموعة أصدقاء غيرهم، يعني أحييهم، وبالفعل يعني يعملون شيء يعني مميز مميز إلى أبعد الحدود. طيب أختي، نحن وصلنا لآخر الحلقة، ممكن تمام. يعني توجهية للملحدين المثليين، جمهور البرنامج عموما، تفضلي. أول شيء أنا مبسوطة إنه الصوت طالع وإنه صورتنا طالعة والناس شايفيننا وسامعيننا، هذا شيء ممتاز مقارنة بالحلقة السابقة يعني، للأسف اللي أنا بعتذر عنها مرة ثانية إنه كان في مشاكل تقنية وهيك. رسالتي لكل حدا، أول شيء شكرا على متابعتكم، شكرا إنه عم بتشوفوا. خليكم دايما إيجابيين، ما تخافوا من أي شيء، ما تخاف ما تخاف ما تخاف، الخوف هو أكتر شيء بيخليك تأذي نفسك أنت داخليا، بيخليك تمرض، بيخليك يجيك قولون عصبي، بيخليك يجيك صداع، يجيك ضغط سكر إلى غير ذلك. ما تخسر نفسك على حساب إنك ترضي الآخرين أبدا، خليك دايما على طبيعتك. المثليين بدي اقول لهم انه انتم هلا اكثر ناس محظوظين، لانه في كثير مشاهير في العالم عم يدعمونا، عم يطلعوا يحكوا عن هويتهم، القوانين عم بتغير في الدول الاوروبيه وامريكا وكندا، وحتى دول امريكا الجنوبيه هلا كلها بتدعم حقوق وزواج المثليين 100%. احنا كنا عم نشتغل لحتى الامور تتغير بالشرق الاوسط، إذا ما في مجال تتغير هذا كمان ما بيمنعكم أن تكونوا على طبيعتكم، بس حافظوا على سلامتكم الشخصية، هذا أهم شيء. محافظة على سلامتكم الشخصية هو نفس الشيء بالنسبة للملحدين، ما بيعني أنه أنت ما بتحكي عنه. هلا في مجالات كثير على الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، في مجموعات متاحة، ادخلوا احكوا، اطرحوا أسئلة، ناقشوا بعض، إذا خايفين من شيء كمان احكوا عنه، إذا حدا عم بيهددكم قولوا الاسم، افضحوه، ما تخلوه هو يفضحكم، يا ريت يعني تنشروا الصور، محادثات. بدنا نحاول انه الاقليات سواء الملحدين او المسلمين كلهم يحصلوا حقوقهم ويصيروا عايشين بامان، ما بدنا اكثر من هيك، احنا ما بدنا الكل يصير مثلي، ما بدنا الكل يصير ملحد، لا، محترمين كل حدا بحدود انه ما قاعد عم يأذي غيره. هذه رسالة. شكرا كثير اختي شي، شكرا لحضورك معنا، ويعني نتمنى نستضيفك بحلقات جايه. اعزائي المشاهدين، وصلنا لاخر الحلقه، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه وتكون حلقه مفيده لاصدقائنا. وبرجع بكرر وشجع كل من يريد ان يجهر بالحاده، يعني البرنامج لكم، يعني لصوت للملحدين، يعني أنا مستعد ومصمم إنه أعمل كل يوم حلقة بصراحة يعني. وأي ملحد يريد أن يجهر سأضعه في عيني، يعني أهلا وسهلا، في أي لحظة اتصل فيني، طبعا على الفيسبوك وهون على اليوتيوب، بأي وسيلة ممكنة، يعني ما في مشكلة. أختي شاي، شكرا كثير لك، وأكيد رح نستضيفك في حلقات قادمة يعني على المدى القريب. تفضلي. شكرا لك. شكرا شكرا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة أكيد ستكون غدا. شكرا.